لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في صحيفة البصائر، ارتفاع حصيلة ضحايا تظاهرات العراق إلى أكثر من 165 قتيلا. في اندبندنت عربية، احتجاجات العراق اتهام الميليشيات الموالية لإيران بإطلاق النار على المتظاهرين. في العربي الجديد، عودة الانترنت للعراق، مقاطع الفيديو وصور قمع التظاهرات تتدفق. في الشرق الأوسط، واشنطن تدين العنف في العراق وتحض حكومته على ضبط النفس. في صحيفة العرب اللندنية، حكومة بغداد تجرب الورقة الطائفية لإخماد الاحتجاجات. في صحيفة الخليج الإماراتية، هدوء حذر في بغداد بعد أسبوع من الاحتجاجات الدامية. وفي القدس العربية، النقابة الوطنية للصحفيين تطالب المنظمات الدولية بالتدخل لحماية حرية التعبير في العراق. السلام عليكم. كانت المظاهرات مفاجئة للجميع، ذلك عنصر مهم في المبادرة الثورية التي وقف وراءها الشعب وحده. كانت صادما بالنسبة للجميع ألا تكون للمظاهرات قيادة. من اللافت والمؤثر غياب رجل الدين مقتدى الصدر والشيوعيين الذين صاروا جناحا مدنيا لتياره الديني. فاروق يوسف يقول في موقع ميدل إيست أونلاين إن ذلك الحدث كان سببا مضافا في زيادة أعداد المتظاهرين. لقد شعر الشباب أن تمردهم على الواقع المرير لم يعد له رأس يسيره ويتحكم به، وهو ما حررهم من التبعية، وصارت شعاراتهم تتسع لأفكارهم العريضة التي تطورت لتشمل طي صفحة نظام المحاصصة، الذي يدركون أن في إسقاطه تنطوي صفحة الاحتلالين الأمريكي والإيراني، ومعهما كل ما لحق بهما من أحزاب بما فيها التيار الصدر والشيوعيين. التغيير لن يكون ممكناً مع استمرار الاحتلال الإيراني الذي يرعى الفاسدين مقابل قبولهم بهيمنته وتمكنه من استعمال الأراضي العراقية منصات لإطلاق صواريخه. كانت تلك النقطة حاسمة بالنسبة للمتظاهرين، لقد ضاع وطنهم، ففيما كانوا يطالبون بالخدمات الأساسية كان ذلك الوطن يتحول إلى ملعب لتجريب السلاح الإيراني في العدوان على الآخرين. ومثلما كانت المظاهرات مفاجأة، كان قمعها بالرصاص مفاجئاً هو الآخر. غير أن قراءة المشهد العراقي من الجهة الإيرانية لابد أن يخفف من وقع المفاجأة التي انطوى عليها رد الفعل الحكومي. سيكون كل شيء مفهوماً إذا ما عرفنا أن المتظاهرين ركزوا في شعاراتهم على المطالبة بإنهاء الاحتلال الإيراني، هو ما يعتبر اختراقاً لواحد من أكثر الخطوط الحمراء سرية وتكتماً. لذلك كان رد الفعل قوياً بل وخارجاً عن نطاق ما هو متوقع. الكاتب يقول إن إيران تدافع وجودها في العراق من خلال ميليشياتها التي ستتحمل الحكومة العراقية المسؤولية عن جرائمها، وهي مسؤولية سيكون من الصعب على رئيس الوزراء الحالي الإفلات منها، وبغض النظر عن المسوغات التي ساقها عبد المهدي أسبابا للقتل، تظل الجريمة ماثلة كونها ارتكبت ضد متظاهرين سلميين لم يجرؤ الإعلام الرسمي على إلصاق تهمة حمل السلاح أو التخريب بهم. بدأت انتفاضة العراقيين سلمية لا تطلب أكثر من وظيفة للعاطل ودواء للمريض وأبسط الخدمات الأساسية الضرورية ومحاسبة اللصوص الذين اختلسوا أموال الدولة وتسببوا في عذاب الملايين وفقرهم وضياع مستقبل أجيالهم القادمة. إبراهيم الزبيدي يرى في صحيفة العرب اللندنية أن الحكام في العراق لا يملكون حلولاً صادقة ومخلصة وجذرية فاعلة لترضية الجماهير. إنهم فقط يحاولون خداع الجماهير
وتخديرها بوعود ليس لديهم القدرة ولا الصلاحية لتنفيذها، منها مثلاً أن رئيس الوزراء تعهد بتقديم الفاسدين إلى القضاء، وأما حزمة الإصلاحات التشريعية والمالية والإدارية التي وعد باتخاذها فلن تكون أكثر من هواء في شبك. وبهذا يصبح العراق على مفترق طريقين، فإما أن يستلهم عبد المهدي وميليشيات الحشد الإيراني جنون بشار الأسد وعناده في مواجهة المتظاهرين بكل أنواع الأساليب والمعدات والأسلحة وصولاً إلى البراميل المتفجرة، ثم يضطر في النهاية إلى الاستعانة بالحرس الثوري دفاعاً عن الوجود الإيراني المهدد في مدن الطائفة الشيعية وقراها، ليصبح العراق سوريا ثانية خرابة تسكنها الصراصير والبوم والغربان. وإما أن يفاجئ العالم بتحوله إلى نيلسون مانديلا جديد، فيتخلى عن السلطة سلمياً ويتنازل عن الحكم لهيئة إنقاذ وطني مستقلة تتولى إدارة شؤون البلاد والعباد بإجراءات وسياسات عقلانية جديدة لإصلاح ما يمكن إصلاحه قبل فوات الأوان. ولكن هذا من رابع المستحيلات، فإن من الصعب جداً على عبد المهدي أن يجنح إليه، لأنه عبد مأمور لا يملك حتى قرار الاستقالة. الكاتب يرى أنه من الصعب على المتابع لما يجري في العراق أن يتنبأ بمصير المواجهات، لأنها هذه المرة لن تبقى بين جماهير غاضبة وبين حكومة وبرلمان، بل ستكون بين إيران التي لا تستطيع أن تتحمل كلفة الخروج مهزومة مطرودة من العراق، وبين شعب وصلت النار الحارقة إلى لقمة عيشه ومرضاه وجياعه، فأصبح من غير السهل عليه أن يتوقف عن الثورة حتى تتحقق مطالبه المشروعة مهما بلغت التضحيات ومهما غلى الثمن. جهاد بشير يرى في صحيفة البصائر أن انتفاضة العراقيين هزت أركان النظام السياسي في العراق من حيث لم يكن يحتسب، وفرضت نفسها بقوة على المشهد لتحتل مرتبة الصدارة بين الأحداث على الرغم من كل العوائق القديمة المتجددة أو الجديدة المستحدثة التي اتكأت عليها حكومة بغداد في محاولة كتمها وصرف الأنظار عن حقيقتها. الحقيقة التي بانت في الأيام الأولى من الحراك تؤكد أن المفاجأة لم تكن وليدة لحظتها أو كونها ذات صلة برد فعل عاطفي كما سبق في تظاهرات وتحركات سلفت واستطاعت السلطات الحكومية تحجيمها بتخدير وقتي أو وعود ذات مدى لا يعرف له حد، مستغلة لأجل ذلك نفوذاً سياسياً وتسلطاً ميليشياوياً استخدمتهما في كبح جماح المتظاهرين آنذاك. الكرة هذه المرة لها شكل آخر، فالحراك الشبابي الجديد في انتفاضة تشرين والثورة الشعبية التي تبدو أماراتها واضحة فيه نتيجة منطقية لتداعيات عقد ونصف من الفساد والفوضى والطائفية السياسية التي أزهقت العراق وطناً وشعباً وأوصلت نسيجه الاجتماعي مرحلة الاحتضار وحطت من اقتصاده إلى أدنى دركات القاع، فضلاً عن الانتهاكات اللامتناهية في أصنافها وأنماطها. أبرز ما في المشهد العراقي أن أهداف شباب انتفاضة تشرين لم تعد منزوية في توفير خدمات أو إجراء إصلاحات أو مجرد رفع شعارات معادية للفساد وعرابيه، بل اتسعت لتنادي بإسقاط النظام والإطاحة بالحكومة، ورافقتها أصوات أخرى ارتفعت لمهاجمة دستور العملية السياسية بما يعكس نضجاً لم يكن على هذا المستوى في التظاهرات الشعبية العراقية التي تلت مرحلة اعتصامات المحافظات الست سنة 2013 ذات المطالب نفسها التي تتجدد اليوم. الكاتب يختتم بالقول إنه في معادلة الحراك الشعبي لانتفاضة تشرين احترقت إيران ورموزها تحت وطأة أقدام شباب الثورة، ولم تعد ثمة آذان صاغية لأدواتها وأبواقها في العراق، ولعل في هذا مقدمات وخطوات أولى لتأسيس واقع عراقي جديد منزه عن التبعية ومستقل عن الإرادات التي تسطو على المشهد وتتحكم بمجرياته.
لم يعد ممكنا للنظام في العراق إعادة ترميم علاقته مع العراقيين عموما والشيعة بشكل خاص، فما بعد أحداث مظاهرات أكتوبر تشرين الأول الحالي لن يكون كما قبلها، بعدما خسر نظام المكونات الطائفية الشرعية في الشارع واختار أن ينتزعها بقوة السلاح. هذا ما جاء في مقال مصطفى فحص بصحيفة الشرق الأوسط. الشارع العراقي تراجع مؤقتا لالتقاط أنفاسه بعد أسبوع من القتل والقمع والاعتقالات. لا يبدو أنه رضخ للقوة، مما يرجح عودة المواجهات في أي لحظة، لكن هذه المرة قد تكون بإصرار أوسع من قبل المتظاهرين وشراسة أكبر من قبل النظام الذي لم يعد يملك وسيلة أخرى للدفاع عن مصالحه واستمراره إلا باستخدام القوة التي قد لا تسعفه لمدة طويلة. خطاب رئيس الجمهورية برهم صالح ربط شرعية النظام السياسي بتحقيق مطالب المظاهرات، وهو ما يمكن وضعه في إطار محاولات احتواء الأزمة من خلال الدعوة إلى القيام بعملية إصلاح شاملة، لكنها غير ممكنة في ظل تركيبة سياسية معقدة وقوى مسلحة تهيمن على القرار الفعلي للدولة ولن تتراجع عن فرض مشروعها. عملياً كشف الحجم الكبير للضحايا منهجية جديدة في تعاطي النظام مع من يتجرأ على معارضته ولجوئه إلى استخدام العنف المفرط، ليس فقط من أجل القضاء سريعاً على انتفاضة الشعب العراقي في وجه نظام 2003، بل بهدف إعادة ترتيب الأدوار داخل العملية السياسية وحسم المواقف الداخلية والتحالفات الخارجية. لذلك فإن اللجوء إلى تطبيق النموذج السوري ضد المتظاهرين وشيطنتهم واتهامهم بالعمالة للخارج أمر خطير. وبحسب الكاتب فإن هذه أول مواجهة مباشرة بين النفوذ الإيراني وأدواته العراقية وبين مظاهرات خرجت في المناطق والمدن ذات الأغلبية الشيعية منذ 16 سنة، مظاهرات عرت السلطة الحاكمة أمام بيئتها الاجتماعية التي تطالب علناً برحيلها وتطالب بفصل المسار العراقي عن الإيراني، الأمر الذي يؤسس لمرحلة جديدة في العلاقة بين طهران والأغلبية الشيعية العراقية التي تحركت للحفاظ على هويتها الوطنية في وجه مشروع استتباعي يعمل على إلغاء خصوصيتها العقائدية والثقافية. اشتهرت امرأة عراقية خرساء توزع على المتظاهرين مناديل ورقية ليمسحوا بها الإجهاد والماء الحار والدم من الرصاص الحي، تكلمت معهم بلغة المشاعر لا الكلمات. رشيد الخيون يرى في صحيفة الاتحاد الإماراتية أن هذه المرأة عادلت مئات خطب أصحاب المنابر المدافعين عن الفاسدين وكشفت مساهمتها في التظاهرات أكاذيب الجهاديين، وقد صار جهادهم بوابة للنهب. بعد اتهام الشباب المتظاهرين بالبعثية والصهيونية من قبل أصحاب الضمائر المأزومة الخائفين على عرش الولي الفقيه الإيراني أن يتزلزل داخل العراق، تبدو بائعة المناديل المتجولة الخرساء متهمة ضمناً، فهي ترى الفساد والخراب العام، بينما هم يرون الماء الآسن عذباً إذا اختلط بتعاليم الولي الفقيه. أما الفساد والخراب الشامل فجميعه من اختلاق البعثيين والصهاينة. لقد وضعت هذه الانتفاضة الشبابية حداً لأوهام من اعتقد أن الدين والمذهب حاميان لهذا النظام، فكم من خطيب منبر حاول إسكات المحتجين خلال 16 سنة الماضية بإنجاز تسيير المواكب وحرية التطبير واللطم، مثلما حاول خطباء الجمعة إلهاءهم بضرورة الحرب على أعداء الدين. يدخل الفساد في تشييد الجسور واستيراد الأدوات الصحية والأدوية والأسلحة والمعدات الخاصة بالوقاية من التفجيرات، كلها تهم حياة الناس. إنه فساد قاتل وقاعدته تتوسع وأدواته محمية،
غير أن مجتمع السادة الذي فزع من تقرير كشف شيئا من فسادها وجدناها في خطابها تدين القتيل والقاتل، مما طمأن قلب مرشحهم فرد عليهم ببيان إعجاب: أنتم صمام الأمان، فأي أمان يا هذا؟ الكل غربان في الفساد وتدمير البلاد، وليحقق في مكاتبهم الاقتصادية والعقارات التي استصفوها ومناصب الأولاد والأصهار. الكاتب يقول إن مشاركة هذه السيدة ومن تضطر لبيع المناديل الورقية على المارة والسيارات في قيض بغداد اللاهب لابد أنها معدمة وتأنف الشحاذة، علامة فارقة في التظاهرات الأخيرة التي أسفرت عن سقوط أكثر من 160 قتيلاً وآلاف الجرحى. فتح الحراك الشعبي المتواصل منذ أسبوع الباب أمام مشهد مغاير لمسار الاحتجاجات الشعبية الماضية التي شهدها العراق، قد يفضي إلى واقع جديد ربما يقلب قواعد اللعبة السياسية ويطيح بالأسس التي قامت عليها العملية السياسية منذ احتلال العراق وحتى الآن. أحمد صبري يرى في صحيفة الوطن العمانية أن الواقع الجديد مرهون بتصاعد منسوب حركة الاحتجاجات إلى حد لا تستطيع الطبقة السياسية مواجهة ارتداداته على جميع الصعد. لعل الحراك الشعبي الذي شهده العراق عام 2013 الذي أجهضه رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي أن يكون دافعاً لتجميع القوى المناهضة للاحتلال وللعملية السياسية في اصطفاف جديد يأخذ بنظر الاعتبار الحاجة السياسية لمعارضة تستجيب لشواغل المكونات التي همشت وأقصيت خلال المرحلة الماضية. من هنا جاءت الحاجة لتشكيل الميثاق الوطني العراقي الذي ضم قوى وأطرافاً كان وما زال لها الدور المشهود في مسيرة العمل الوطني المقاوم والمنفتح على بقية القوى السياسية، مبادرة واستشعاراً بالمخاطر التي تهدد حاضر ومستقبل العراق. ويرتكز الميثاق على كيفية التعاطي مع استحقاقات المرحلة الحالية والخيارات المطروحة لمعالجة تركة الاحتلال وعمليته السياسية الفاشلة وتداعياته ومخاطر استمرار الطبقة السياسية التي أنتجها، التي كرست نظام المحاصصة الطائفية لاستمرارها في الحكم، وضعت العراق على خريطة التقسيم وهددت وحدته وغيبت هويته العربية بدستور ناقص أدى إلى الفوضى التي يعيشها العراق. إن الحراك الشعبي والقوى المناهضة للعملية السياسية استطاعت أن تحدد شروط العمل ومشروع الخلاص وشروط إنقاذ العراق عبر تحشيد الشارع وتصاعد الحراك ورفض التنازل عن المطالب المشروعة عبر قرارات استرضائية لا تستطيع موازنة العراق تحمل تكاليفها. ويختتم الكاتب بالقول إن الإخفاق الحكومي السياسي والاقتصادي والخدمي والأمني وتغول حيتان الفساد على المال العام وتبديد ثروات العراق هو الذي يساعد الساعين لخيار التغيير المطلوب، رغم أنه يصطدم بأذرع السلطة وأحزابها وميليشياتها وبالعامل الخارجي، إلا أن شروط التغيير باتت ناضجة واضحة للعيان، والبيئة التي تحتضن حركة الاحتجاجات الشعبية هي من تساعد في تنامي قوة الحراك الشعبي وديمومته. سجلت تظاهرات العراق مواقف عززت من وحدة العراقيين في مواجهة الطائفية والتحزب والتبعية إلى القوى السياسية التي استخدمت كل ذلك كغطاء لاستمرار الفساد، رغم ارتفاع عدد ضحايا التظاهرات التي انطلقت الأسبوع الماضي بسبب القمع غير المسبوق الذي واجهت به أجهزة الأمن المتظاهرين. وكان التوك توك الذي يطلق عليه في العراق لقب سيارة الفقراء حاضراً بقوة في التظاهرات، وخصوصاً في المناطق الفقيرة في بغداد وجنوب العراق، إذ قام في كثير من الأوقات بدور سيارات الإسعاف في نقل الجرحى والقتلى وتوزيع الماء أو زجاجات المشروبات الغازية على المتظاهرين لاستخدامها في التغلب على أثار الغاز المسيل للدموع.
ولم ينجو سائقو التوك توك من رصاص قوات الأمن، فتعرض بعضهم لإصابات، كما تعرض عدد من المركبات لإطلاق الرصاص أيضا. وقال المتظاهر سجاد حسين إنه ساعد في نقل سائق توك توك بعد تعرضه لإصابة في أثناء محاولته حمل مصاب في مركبته، وأنه شاهد على تعرض عدد من عربات التوك توك لإطلاق الرصاص الحي. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.